تاريخ وباحث مهتم بالتراث المحلي لمنطقة الجرف والواحات بصفة عامة. في البداية أتوجه لكم بالشكر على هذا الاهتمام بالتاريخ المحلي وخاصة منطقة الجرف. هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي والفني والثقافي والعمراني، لها تاريخ عريق يمتد لأكثر من 4 قرون، وهي لا تخرج في تاريخها عن المنطقة ككل. سكانها ينتمون في الأغلب الغالب لقبائل عبد الصباح التي استقرت المنطقة منذ عهد الدولة المارينية وقبل الدولة المارينية، ولكن بالدرجة الأولى في عهد المارينة عندما هاجرت القبائل العربية المشرق العربي في جهة المنطقة، خاصة في عهد يعقوب النصر الموحدي. فاستوطنت قبائل عبد الصباح هذه المنطقة، والتي كانت في الغالب مستوطنة من قبائل أمازيغية، غالب من قبائل زلات. الاستيطان البشري في منطقة الجرف يعني مستمر على يعني مراحل متعددة. حسب الروايات الشفوية وحسب ما ذكرته المصادر خاصة ابن خلدون في الجزء السادس، يتحدث عن استقرار قبائل بني معقيل في منطقة تافيلات واكتساحها المنطقة في القرن 15 و16. ابن خلدون في الجزء السادس يتحدث فيه، وأيضا عبد الوهاب منصور في كتابه قبائل المغرب الجزء التالي يتحدث عن هذه المرحلة عندما هاجرت القبائل العربية وسلطنت في منطقة استقرار قبائل زانات، لأن قبائل زانات هي كانت مستقرة في المنطقة، وعندما دخلت قبائل عرب الصباح استقرت مكان قبائل زانات، لأن قبائل زانات هي التي هاجرت إلى شمال المغرب وأسست ما يسمى بالدولة المارينية. استقرار الجرف حسب الرواية الشفوية وحسب ما نستقي من المصادر التاريخية هو مقدم المشرق، استوطنوا في منطقة غالبا اتجهوا نحو منطقة السمارة في الصحراء المغربية، وبعدها اتجهوا شمالا حتى استقروا في منطقة كشتان بتيجدة في يسمى بفركلة حاليا. التاريخية تحدث جرافة عن كشتان أو أشتان. هناك استوطنة قبائل عبد الصباح في منطقة كشتان، ووقع نزاع بينها وبين القبائل الأمازيغية المستوطنة هناك. فتدخل زعيم الزاوية الهوارية آنذاك واقترح على قبائل عبد الصباح الاتجاه اتجاه الشرق. فخرج هذه القبيلة من منطقة جبشتان واتجهت شرقا في اتجاه المنطقة التي تتوجه بها. سكان الجرف الأولون استقروا في منطقة معروفة عندنا بالجرف، وهي جرف الضل. وهي جرف الضل تقع في الجنوب الغربي في اتجاه مفضلة، يعني في اتجاه منابع الخطارات. ومن ذلك المكان جاء اسم الجرف، وبالتالي فهو مرتبط بشكل جغرافي وبمنطقة جغرافية معينة وأصبح يسمى الجرف. وأطلق عليه وأضيف عليه اسم جرف الضل غالبا في العقود، عقود البيع والشراء التي عندنا وتتوجه عندنا نجد كلمة جرف الضل. جرف الضل، منطقة جرف الضل بدأ الاستقرار في هذه المنطقة التي نتوجه بها على شكل قصبات صغيرة وقصور متفرقة. ومن أهم القصبات التي استوطنتنا هناك القصبات التي توجد الآن فيما يسمى في الجرف علب الشيخ يحيى، يعني بجانب المقابر بجانب إعدادية الجرف. هناك نجد مجموعة من القصبات مردومة تحت الكثبان الرملية، ثم قصب الطيحة في منطقة المسمى في سقية الواد، كاين هناك منطقة ديال قصب الطيحة ومناطق أخرى. هذه القصور أو القصبات المتفرقة فيما بعد تكتلت في قصور كبرى بسبب الهجمات التي كانت تشنها قبائل الرحال في المرحلة عندما تتدهور سلطة الدولة. تتعرض المنطقة خاصة المنطقة الواحد اللي ذكرناها في الجرف غالبا المنطقة الأخرى إلى هجمات قبائل الرحال، فبدأت مجموعة من القصبات والقصور الصغيرة تتوحد في قصور كبيرة جدا. من أهم هذه القصور نجد مثلا في الجرف نجد واد غانم، ولاد موسى وولاد عيسى، هذه القصور الكبرى. ولاد موسى تفرع عليها قصر الترعة، وهو مصطلح ترعى يعني 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 مكان نثق ثقب معين، بسبب ان قصر ولاد موسى يعني اصبح يعرف كثافه سكانيه كبيره. فحسب المصادر قيل بان هناك يعني وقع نزاع بين الساكنه، وتدخل احد شيوخ الزوايا وهو مولاي مصطفى بن الحنفي زعيم او شيخ الزاويه القادريه، ففض النزاع بخلق ثقب في ولاد موسى وبناء قصر جديد، فاصبح يسمى قصر الترعه.
ترى هو مصطلح يستعمل في الفلاحة عموما، قصر ترى يعني ترعى يعني فتح مجرى مائية أو ممر في منطقة معينة، وأصبح قصر ترعى يضم كثافة سكانية مرتفعة حتى أصبح من القصور الكبيرة في المنطقة. كاين هناك قصر مثل في منطقة العاين، هناك الجنانحة، هناك القصيبة، وهناك ولاد بريكة وتهي من القصور القديمة، وهناك قصور اندثرت كما مثلا قصيب الطيحة فهي اندثرت لم تعد موجودة. عندما نأتي إلى واد غانم نجد ثلاثة قصور كبرى معروفة، هي ولاد غانم، ولاد مبارك، ولاد عيسى. هذه هي القصور التي أسست في البداية، قبلها وخلالها كانت قصور أخرى اندثرت لم تعد موجودة. مثلا في واد مبارك كان هناك قصر سميته قصر الماجن، قصر الماجن لم يعد لها أثر، بقيت أثره فقط في منطقة التي تسمى الآن الربق، باش حتى نفهم المصطلح بشكل أساسي يفهموا تخم سكر الجزائر في الربق، أو ما يسمى مطرح البلدية، أو ما يسمى ب ديبو أو مستودع البلدية. هناك كان قصر اسمه قصر الماجن، وكان قصر آخر أو قصير آخر موجود في غابة السويلة كيتسمى قصر الملحة. هذا القصر أغلب سكانه كانوا أتوا من منطقة تيزيمي، ثم استقروا دخلوا إلى القصور. قصر الماجن أغلب سكانه دخلوا إلى وادنبرك، ولا زال بابه موجود الآن في قصر وادنبرك. وقصر الملحة أيضا هجرهم سكانه بنتيجة الهجرة ديال القبائل، ثم اتجهوا نحو قصر واد غالم، والآن هناك زقاق يسمى زقاق الملحة. لا نسبة إلى ذلك القصر. قصور أخرى ولدت نتيجة يعني تزايد هذه القصور، مثلا عندنا قصر اللوزة. قصر اللوزة بجانب أمام قصر واد عيسى هو قصر حديث نسبيا، كان عبارة عن بساتين، وبعد ارتفاع عدد سكان قصر واد غانم بدأت مجموعة من العائلات التي تملك تلك البساتين تبني لها منازل ودور في بساتين قصر اللوزة، وسمي بقصر اللوزة لأن كان به بساتين وكان به اللوز أكثر. فأصبح ذلك القصر أن يتوسع حتى أصبح قصرا مكتملا البنية العمرانية والاجتماعية، وله قبيلة أيضا. هناك قصر آخر مهم جدا في الجرف وهو قصر المنقار، هو قصر منعزل على المنطقة، يضم سكانية كثافة سكانية مهمة جدا ومتنوعة أيضا، وقبائله قبائل تنتمي إلى خارج المنطقة وهي قبائل بن محمد، وقبائل بن محمد هي تستقر في الرسالة كما تعلم السي العالمي، قبائل بن محمد فهاجرت منها مجموعة من الأفخاذ واستقرت في منطقة الجرف خلال القرن الثامن عشر أو القرن السابع عشر. يعني بالضبط ليس عندنا تدقيق للحدث متى، ولكن الساكنة تتذكر هذا الحدث بأن هذه القبائل أتت إلى المنطقة ووقع تفاوض فيما بينها وبين الساكنة، خاصة ما بين واد مبارك واد غانم، على أساس أن تستقر تلك القبائل هناك حتى لا يقع نزاع أو مشاكل عسكرية ما بين الطرفين، وتتدخل أطراف أخرى، علما أن قبائل بن أحمد هي في تحالف مع قبائل عتابة، وقبائل الجرف في تحالف تاريخي مع قبائل أيتية في المال. وبالتالي لو وقع النزاع ما بين قبائل الجرف وخاصة واد غانم وأولاد مبارك التي تملك تلك الأراضي، ربما سيتدخل طرف ثالث أي تعطى لدعم ابن محمد وأيتية في المال لدعم قبائل أولاد غانم عموما. فتم الاتفاق على أساس أن تستقر تلك القبائل الوافدة في تلك المنطقة في إطار، سوف نتحدث عنها ثم بين قوسين، في إطار أن الجرف كان يستقبل كل وافد بحضنه. وبالتالي عندما تأتي إلى تاريخ الجرف وقبائله تجده متعدد المشارب، متعدد المصادر، متعدد الإثنيات، متعدد القبائل بشكل عام. قبائل جاءت من إقلي، قبائل جاءت من الرصاني، قبائل جاءت من تيزيمي، قبائل جاءت من منطقة الرقفة النيف، قبائل جاءت من مناطق أخرى، وكلها انصهرت في بوتقة أصبحت تسمى قبائل الجرف. لا يشعر أي جرفي بإقصاء في هذه البوتقة التي جمعنا، وهي جرف الظل الذي أصبح يطلق عليه فيما بعد جنان النبي. لماذا جنان النبي؟ لأن جرفة يعرفون منذ القدم بالكرم وباستقبال الوافد في جميع المواسم في السراء والضراء. في أوقات الجفاف كانت تأتي إلى الجرف قبائل مهاجرة، عائلات مهاجرة، عائلات مضطهدة، خاصة في فترة السيبة أو فترة الاستعمار.
فتأتي إلى جرف فتجد الملجأ. وكثير من العائلات أخذت اسم عائلات محتضنة فيما يسمى بالحيازة، حاز عليه، كنقولوا راه حاز على قبيلة فلان، كيجي مثلا عائلة معينة فتنحاز على فخذين أو قبيلة أو جزء من قبيلة مقابل الذبيحة، فتصبح جزء من تلك القبيلة وتأخذ اسمها العائلي. وبالتالي فإن كل جرف تجد هذه الظاهرة، يعني داخل القبيلة تجد جنسيات أو إثنيات مختلفة بأسماء متنوعة ولكنها تحمل اسم عائلي في إطار ما يسمى بالاحتضان، الاحتضان الوافد. أيضا الجرف تميز بميزة أساسية، لم يحتضن فقط المسلم، لم يحتضن فقط ذوي البشرة المختلفة، لم يحتضن فقط ذوي اللهجات المختلفة، بل احتضن حتى اليهودي. وهنا نأتي على ذكر اليهود في المنطقة، منطقة الجرف هي عموما استقر اليهود في المنطقة يعود إلى مئات السنين، ولكن في الجرف نجد الملاح، كان هناك ملاح في الجرف، وكانت عائلة تسكن في غزلة بكثرة، ولكن عندما تحدث عن الجرف نتحدث عن الملاح. ويعود استقرار اليهود إلى كما قلت إلى عشرات مئات السنين، ما يمكنش نقول أنا عشرات إلى مئات، نقول مئات السنين، استقر أولا في منطقة الضطحة، هناك قصر لم أذكره في البداية وهو مهم جدا كي أربطه بهذا الموضوع، هناك قصر يعتبر عقدة الجرف الرابط بين مشيختين، مشيخة الحين ومشيخة ولد غانم، هناك قصر سميته بالضطحة، قصر صغير جدا لا يظهر للزائر ولا يعيره أي اهتمام، ولكن التاريخيين اعتبروا عقدة رابطة وقلب الجرف وهو البطاطحة. هناك استقرت العائلات اليهودية أو الجالية اليهودية أو الطائفة اليهودية. هذه الطائفة عاشت في أمن مستقر المنطقة، تعايشت، امتلكت، باعت، اشترت، تبادلت زيارات مع العائلات المسلمة في الجرف، وتعرضت لنكبة سنة 1942 ليس لوحدها بل للجرف كامل، عندما فاض واد البطحة وتسرب عبر الخطارات فوقع الفيضان الكبير سنة 1942 فتدمرت أغلب أحياء اليهود منطقة الضطحة. وهنا جاء القرار ذاك سنة 1942 ببناء ملاح جديد. إذن كما قلت وقعت كارثة الفيضان المعروفة في تاريخ الجرف سنة 1942 فتدمر حي اليهود وأحياء أخرى مجاورة بسبب فيضان الضطحة الذي تسرب عبر الخطارات، فكان القرار هو بناء ملاح جديد الذي يتواجد في ساحة المسيرة الخضراء. خلال بناء هذا الملاح الجديد اتخذت السلطة آنذاك والقائد الذي كان يحكم المنطقة هو القائد الحماني قرار بتوزيع العائلات اليهودية على العائلات المسلمة، فسكنت كل عائلة يهودية في مسكن لمسلم جرفي وعاشوا في سلام مدة بناء الملاح الجديد. وتحكي لنا الأمهات ديالنا بأنهم كان مثلا المسلم يسكن في الطابق الأول واليهودي يسكن في الطابق السفلي، أو إذا كان المنزل فيه طابقين فالطابق السفلي غالبا يكون متروك للحيوانات، غالبا إذا كانت الدار ضيقة فتعطى اليهودي الطابق الأول ثم الطابق الثاني، أو مكان معين إذا كانت هناك منازل أخرى تعطى لهذه العائلة اليهودية، فسكن اليهود في هذه. وهذا دليل على أن سكان الجرف متسامحون بواحد الشكل غريب جدا، واحد الشكل مميز جدا. الجرفي لا يمكن أن يستقبل أحدا في الشارع ويدعوه لشرب الشاي في المقهى، لا يمكن أن يستقبل جرفي ضيفا أو زائرا فيدعوه لتناول الغداء في المقهى. جانب إيجابي جدا وقيمة إيجابية، رغم أن لها جانب سلبي، الجانب الاقتصادي، عدم توفر المطاعم وعدم توفر المقاهي بالشكل الذي تقدم الوجبات الغذائية في الجرف إشكالية. بسبب ماذا؟ لأن عيب وعيب أن يتناول الجرفي وأن يدعو الجرفي زائرا إلى تناول وجبة شاي أو كأس شاي في المقهى أو وجبة غداء أو وجبة فطور في المقهى، وهذا إشكال جدا، ولكنه يعتبر من القيم الأساسية في ساكنة الجرف. الجرف أيضا كما قلت عندما سمي جنان النبي، لأن انتقلنا من الجرف إلى جرف الظل إلى جنان النبي، جنان النبي هو مصطلح أو تسمية مميزة جدا، لأن جنان لأن هو عبارة عن كان عبارة عن بساتين رائعة جدا، كان الماء يجري من تحته كجنة عدن، ونصفه بهذا الوصف 30 خطارة تجري تحت الأرض، وهو وصف قرآني، جنات عدن تجري من تحت الأنهار، البساتين رائعة جدا، جميع أنواع الفواكه، جميع أنواع التمور.
هذه البساتين وهذه الثمار التي كانت تتواجد بكثرة، حتى أننا كنا نصف بعض الأشجار بأن هذه المشمش تحت المشمشة واش تحتها حصيرة، بمعنى أنها طبعا بكثرة المنتوج كان الإنتاج فائض جدا، وكان غير محصورا في الساكنة، كان مفتوح أمام الجميع. وعند موسم الحصاد وموسم الجن تتوافد عائلات مختلف المناطق لتستفيد من هذا الموسم، إما للعمل وأما لالتقاط الثمار. وبالتالي كانت ميزة أخرى في الواحد يشرف ولا زالت، وهي أنها واحة مفتوحة، الملك مشاع بين الجميع، هناك ملكية خاصة ولكن الاستغلال والاستفادة جماعية. مثلا يمكن أن نحش مثلا الربيع مثلا أو الأعشاب في المجرى العام، يمكن أن نلتقط الثمار عندما تهب الرياح فتتقط مثلا الثمار، فالجميع يدخل ليلتقطها في أي ضيعة، يعني ليست هناك ملكية خاصة في هذا المجال. وبالتالي فإن الوافد للجرف كان يجد الضيافة والرفادة، فسمي بذلك جنان النبي، ضيافة النبي ثلاث أيام. هذا هو الاسم الذي يطلق عليه، فلا يمكنك كما قلت أن تأتي للجرف فلا تجد مأوى أو لا تجد من يطعمك أو يشربك، فهي منطقة جنان النبي، وهو تعبير يعني شامل عندما نقول جنان البستان وعندما نقول النبي فضيافة النبي ثلاث أيام. إذن هذا هو الجرف الغني بثقافته. وعندما نتحدث عن الجرف في الجانب العمراني تميز بقصور جميلة جدا، لقد زرتموها جميلة جدا، عندما تزور مثلا ترعى ولاد موسى ولاد بريكا ولاد مبارك ولاد غانم ولاد عيسى، هذه القصور الكبيرة، وعندما تزور أيضا قصر المنقرة فلهم هندسة يعني متميزة، يضم جميع المرافق، أبراج عالية، مرافق داخلية، مسجد، ساحة عمومية داخل القصر، دار القبيلة ضرورية، يعني كل مرافق تجدها في القصر، باب يعني اللي عنده طبعا في حالة مثلا الهجوم من الخارج يتم إغلاق الباب. وبالتالي فإن القصر في منطقة ديال الجرف لا يختلف عن الهندسة المعمارية في منطقة تافيلة عموما، فهي أخذت كلها ما يسمى بالهندسة المعمارية للمدينة الإسلامية أو مدينة سجل المسعى عموما، الأبراج الأربعة والستة، باب مرتفع، قوس جميل جدا، مرافق متنوعة، فعندما تغلق القبيلة الباب فجميع المرافق موجودة في القصر، في القصر داخل القصر. هذا التنوع الإثنوغرافي والتنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي والتنوع في المشارب والتوجهات أعطانا ثقافة متميزة في الجرف، وهي ثقافة الفن البلدي، الأغنية البلدية، الأغنية الجرفية، وهي أغنية متميزة وفرضت نفسها ليس في الجرف بل في المنطقة ككل، وفرضت صيتها على المستوى الوطني، كلمات أداء ولحنا. وهنا لابد أن أذكر شعراء كبار، عمودة الله يرحمه، سيد الحاج مولى القصر ولاد مبارك، كان بين الشعراء والكتاب الكلمات، ولا بد أن أذكر أيضا الهاشمي النحاس رحمه الله، الذي كان أيقونة الجرف، لا يمكنك أن تذكر في البلدي دون أن تذكر الهاشمي النحاس. الهاشمي النحاس عندما يظهر فإنك تعرف الأغنية الجرفية، وله صيت وباع طويل في مجال الفني. هذه الأغنية هي غنية بالكلمات والتراث، وأيضا جاءت من مناطق متنوعة ولها مشارب متنوعة، نجد الميسوري والميسور النقادي، نجد متنوعة وغنية جدا، ولا يمكن أن يقام عرس في المنطقة إذا لم تحضره الأغنية البلدية الجرفية. إذا هذا ما يمكن أن يقول باختصار حول الجرف. الجرف الآن يمكن أن نلخص له في كلمة أو في جملة، الجرف كما يقال قديما وأقوله وكررها، الجرف اللي دخلوا يبكي والخارج منه يبكي، كيقولوا زمان الداخل اللي يبكي والخارج منه يبكي. ما معنى الداخل يبكي؟ الداخل الجرف يبكي شوقا وحنانا إليه، لأنه غادره مدة طويلة، فعندما يقبل عليه فهو يقبل ويبكي بكاء الفرحان. قد يأتي أيضا ويبكي على الجرف لما آلته الأحوال مع الأسف، الذي خرج من الجرف سنوات هذه قد يجد الجرف قد تغير على مستوى الطبيعة، الأخضرات جفت، الغابات جفت، الناخيل في وضعية كارثية، هذا انعكس على الوضع الاجتماعي وانعكس على
على الوضع الاقتصادي للمنطقة، فأصبحت أغلب الساكنة تعاني الهشاشة، وهذا نتيجة مجموعة من ما هو طبيعي وما هو بشري. وبالتالي فإننا نقول داخل، إما أبكي حنانا عليه وشوقا له، وإما أبكي على وضعي الحالي. الكلمة الأخرى، الخارج منه يبكي عندما تدخل إلى الجرف، فهو يجرفك نحو حضنه، نحو حبه، ولا يمكنك سير عالمي إلا أن تحب الجرف. لا يمكنك إلا أن تحب الجرف، فهو يجرفك، الكلمة فيها الجرف، يجرفك نحو حضنه. من دخل الجرف دخل آمنا، ومن خرج منه يخرج باكيا، لأنه عاشر أهله ثقافة، ضيافة، أخلاقا، فنا، كل ما يمكن أن تجده في الجنان فهو موجود في الجرف. هذه هي باختصار ما كنا نقوله عن الجرف. ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا غيثا نافعا، وأن يحيي البلاد، وأن تعود المياه إلى مجاريها، وتعود الخضرات إلى مجاريها، حتى نعود إلى حالنا كما قلنا، وحتى لا يبقى الجرف كما هو الآن، بل نعود إلى مرحلة، بل نعود إلى جنان النبي. فهذا هو ما نطلب من الله سبحانه وتعالى، ونتضرع إليه يتقبل هذا الدعاء منا جميعا، وأن يغيثنا غوثا نافعا، لأننا نحن في أشد الحاجة إلى هذا الدعاء الآن، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الختام أشكر سير العالمي، وأشكر علي وياسين، وأشكر سي حماد على هذه الالتفاتة للجرف، فهو يستحق هذه الالتفاتة، ويستحق شيء الكثير، لأنه كما قلت جنان النبي. شكرا لك، الله يبارك فيك، الله يجزيك بخير، الله يطول عمرك، الله يطول بسمح لنا استاذ. لا لا احتراماتي، وانا جاتي لا مزيان استاذ، عرفتي صدرتي لنا داك الشيء اللي اي واحد يبغي يصنع المحتوى يلقاه.